بالنسبة للقاب التركي وبناء السدود أثر بتأثير مباشر خاصة على حوضي دجلة والفات وخصوصا على نهر فات، حيث بدأت الإيرادات تقل بصورة جدا كبيرة، مما أدى إلى انخفاض بالرقعة الخفاء داخل العراق. يعني إحنا الكميات انخفضت إلى أكثر من 50% طبعا عن الكميات التي كانت ترى سابقا بسبب قيام تركيا وإيران بإنشاء السدود وتطوير مشاريعهم.